أنا الحكيم زكي شاهين خضر، سكان رفح تل السلطان. مهنتي حكيم مدرس في الجامعات، بدرس في جامعة فلسطين، بدرس في كلية فلسطين. تقاعدت من 8 سنين من وزارة الصحة، وفتحت محل تجاري وبديت أشتغل فيه. فجأة أجتنا الحرب، فتغيرت الظروف كلها، انتهت البضاعة اللي في المحل، فقلت أعمل نقطة طبية. النقطة الطبية هذه بدها طبعا بدها إغراض، فتوجهت لوكالة الغوث الدكتور زهير الخطيب، فساعدنا الراجل على الإمكانيات، لأنه عندهم ضغط شديد في المستشفيات، المستشفيات كلها ضغط شديد الآن في منطقة رفح بالذات، فأدونا بعض التسهيلات، بعض الغيارات وبعض الأدوية والشغلات الإسعافية الأولية، شنطة إسعاف، غيارات، شاج، بطن، بلاستر، الشغلات هذه، وتوجهت لوزارة الصحة كمان، جبت منهم برضو شوية أغراض، والآن هنا شغالين الحمد لله، الأمور كويسة، الزحام شديد، الناس وضعها تعبان، الناس لا تملك لا 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 نقود ولا تملك بيوت، فوضعهم شديد جدا. رفح اليوم عدد سكانها تقريبا من 300 ألف إلى 1,700,000، يعني عدد ضخم جدا. فإذا ما فتحنا هذه النقاط الطبية، يعني حاولنا نفتح نقطة 2-3-4 بمساعدة الزملاء والمشرفين، فتحنا في السلطان 7 نقاط طبية. السبع نقاط هي تقوم كل منطقة، كل مكان بيخدم منطقته، وهنا بيجينا إصابات مختلفة طبعا، إصابات، حروق، كسور، جروح، غرز، إسهال، نتق، أمراض حساسية من كتر الزحام. الدنيا يعني بقول لك مثل بسيط، الحمام نوقف عليه 100 واحد أو 200 واحد عشان ياخذوا دور، المخبز نفس الإشي، الدكان نفس الشيء، السيارة بركب بدل بركب 10 بركب فيها 200، يعني الوضع الزحام شديد شديد جدا. فاضطرينا نفتح النقطة الطبية هذه، نحول المحل التجاري إلى نقطة طبية تخدم الناس، والحمد لله ربنا سهلها والأمور سهلة وماشية يعني. تمام، احكي لي عن أغلب طبيعة الإصابات اللي بتجيك هنا. معظم الإصابات اللي بتجينا هنا إصابات بدها غرز، من إزاز، من مسامير، من يعني طوشات بتكاتل مع بعض برضو الناس، يعني في إصابات مختلفة، في حروق، بيجوا محروقين مولعين في الخيمة نار، ولما النار هذه ما يسهوا عنها بتحرقهم، بتحرق الأطفال وبتحرق لهذا، أكثر من إصابات في الحروق جتنا من الخيم والنار، والغاز نفس الإشي. وكثير إصابات أشكال وألوان، يعني أطفال وكبار وصغار، واللي بنقدر عليه بنخدمه، اللي بنقدرش عليه بنطلب الإسعاف 101 وبنحوله على المستشفى. المياه الطبية يا مفتوحة قدامنا، يعني فيش مشكلة الحمد لله، الأمور كويسة. رحت لوكالة الغوث امبارح، قابلنا دكتور الخطيب والراجل سهل المهمة، صرفونا شوية شاش وشوية بطن وشوية هذا، وبنمشي حالنا فيها. وفي وزارة الصحة كمان زملائنا اللي بيشتغلوا هناك بنروح بيساعدونا، ونحن هدفنا خدمة الناس مش أكثر، هدفنا يعني الناس تكون بخير وتعدي هالمرحلة بسلام، وربنا يجيب السلام على الجميع. معدل الإصابات اللي بتيجينا يوميا تقريبا هنا في النقطة هذه لا يقل عن 30 إصابة، 30-40 امرأة صارت يعني مشاكل في المدارس، فكان العدد أكثر من 50 مع بعض. تدعيت زملائي، أجوا زملائي اشتغلوا معي ساعدوا معي وقضينا المهمة، واللي ما قدرناش عليه اللي عنده جروح قطعية وكذا حولنا على المستشفيات. إنما بيجي حالات كتير يعني مش بيجي، حاولت أعمل لي دفتر وأسجلهم، قلت ما ملوش لازم. مريم رجلها أحسن من أول كتير. وطبعا مشاجرة بين ناس وناس، وفي حروق، وخليك هذا كويس لأنه خفف الضغط عليك، بعدين يجينا عم ينتفخ. وزي ما انت شايف يا استاذ حسن الوضع صعب كثير هنا في السلطان بالذات، عدد سكان غزه كلهم موجودين عندنا. شيلك حبيبي شيلك. في اصابات من النازحين بيجوا مختلفه، اصابات، حروق، كسور،